داعي بعدها. اخر حاجه يا اخوانا عايزين نقولها، لا للهزليه، لا للهزليه. ليه؟ لان احنا كلنا هنموت، هنموت. كل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده، كل الجدال اللي احنا فيه ده، كل ده وقت من الدنيا، وكلنا هنموت ونسيبها. لما هتبقى بعد ما هتموت هتواجه حقيقه انا شايفها ظلام، شايفها عذاب، شايفها الم. فبقول لك احذر من انت تاخد الموضوع بهزار. الموضوع مش هزار خالص، ولا مجادلات، ولا ان احنا عايزين نكتب بوستات على فيسبوك نشتهر، ولا ان احنا عايزين نبقى مبسوطين واحنا بنشك واحنا بنفكر. لا خالص خالص، الموضوع مش هزار. كما قال الله تعالى: انه لقول فصل وما هو بالهزل. احنا لما هنيجي والعياذ بالله هنموت، كلنا هنشوف اليقين، اليقين ان احنا دلوقتي بنتساءل عنه هنشوفه يوم القيامه، كما كان يقول الكفار عن انفسهم: ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. في ناس بتتضايق من وعظ تقول لك انت جاي تودي خوفني من النار، ايه المنطق في كده؟ لا لا، انا عارف انك قدام وعظ، بس مش مشكلتي، مش لما اكون شايفك على خطأ عظيم هسيبك، مش هخدعك واقول لك ان عادي انت ممكن تموت على اعتقادك الفاسد دوت وربنا هيعديها لك. مش هخدعك واقول لك طالما النار اكبر بكتير من احنا شايفينها خلاص. لا، النار عظيمه لكن موجوده، النار غير متخيل عذابها لكن موجوده. فيا جماعه، ما نلعبش وما نهزرش وما نهزرش، لازم ناخد الامر بجدياته. انه لقول فصل وما